يأتينا الملتقى السنوي 17 لإدارة مراكز التنمية الأسرية بشعار بيت سكن وتحت عنوان الرقمنة أسلوب حياة، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي نحو الاهتمام بالأسرة والحفاظ على استقرارها وكيانها. تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الأسري لتسليط الضوء على أهم التحديات الرقمية والثورة المعلوماتية في المجتمع. بإذن الله ستكون فعاليات الملتقى على مدار 4 أيام بدءا من اليوم وحتى تاريخ 30 من هذا الشهر. سيحتوي الملتقى على معرض مصاحب إلى جانب أوراق العمل التي ستقدم 3 محاور، المحور الأول البعد الاجتماعي، والمحور الثاني البعد الثقافي، والمحور الثالث البعد النفسي، إلى جانب ركن الاستشارات الأسرية وركن تحليل الرسومات، إلى جانب العديد من المحتوى المرئي التوعوي، إلى جانب المطبوعات المقدمة، إلى جانب بعض النشاطات المصاحبة للفعاليات.